مهم جدا انك تعرف موضوع الانفورميشن، الانفورميشن اللي هي الاسيتس بتاعتك، وانك انت الاسيتس بتاعتك دي ان هي لازم تكون فاهم ان هي ممكن تكون في صوره ديجيتال، ممكن تكون بيبر، ممكن تكون اوكن، وان انت كهدفك في الايزو تحمي الانفورميشن دي باي شكل من الاشكال، وتفر الطريقه اللي هي موجوده فيها يو هاف تو بروتكت ات ان ا بروبر واي. طيب نيجي ل اكسبريشنز تاني، وده طبعا الاكسبريشن ده من احدى الحاجات اللي يعني بيتكرر كتير قوي، بيسموها السي اي اي تريات. السي اي اي تريات اللي هي كونفيدنشناليتي انتجريتي افيليبيليتي. دايما هتلاقوني بقول لكم التعريفات، عايز تعريفات بسيطه. لما تلاقي نفسك يا شباب كده، لما حد يسالك على حاجه وتقعد تحكي له حدوته، تعرف انك مش فاهم كويس. ودي زي ما بنحصل مثلا، بنبقى واقفين في البرزنتيشنز ولا سيمينارز ولا مؤتمرات وبنتكلم بالانجليزي، وجينا على كلمه محدده مش فاكرينها او مش عارفينها، تلاقينا قاعدين نحكي حدوته عشان نوصل لمعنى الكلمه دي، لانك انت مش قادر توصل للكلمه كاكسبريشن يعني. فدايما انا بقول لو انت اقدر اسالك سؤال وتديني اجابته في اقل كلمات ممكنه، معنى كده انك انت فاهم الاكسبريشن كويس. لما نقول security يعني معناها ال confidentiality integrity availability، دي security. طبعا في فيديو ان شاء الله هننزله قريب جدا على اليوتيوب تشانل اسمها security pillars، اسمه security pillars. انا انصحك بشده ان انتوا تشوفوا الفيديو ده، لانه بيتكلم عن الكونسبت الجديد في السكيورتي. الكونسبت الجديد في السكيورتي خمسه بيلر دلوقتي، هم ثلاثه السي اي اي، في خمسه اضافوا النون ريبيوديشن والاوثنتسيتي، ودي هنتكلم عنهم بالتفصيل. وانا فعلا يعني اتمنى ان انتوا تشوفوا السلايد ده، ولو ليكم اي تساؤلات تحطوها لي في الكومنت وانا هجاوبكم عليها، او ان انتوا ممكن تكلموني بيرسون. طيب سؤالي ليكم بقى يا شباب، كل واحد يشيل بقى البطانية من على راسه كده شوية، ايه هي الـ confidentiality؟ ايه هي الـ confidentiality من وجهة نظرك؟ الخصوصية والسرية، بمعنى خصوصية او سرية؟ بمعنى معنى ان ايه؟ انا ما بسألش على معنى الكلمة يعني، انا عايز افهم ايه هي معناها؟ هو الكونفيدنشاليتي اللي هي المفروض سريه او الخصوصيه، ان انا حاسس ان الداتا بتاعتي دي لازم يعني مش اي شخص اوثرايزد انه يدخل يشوفها، تبقى بس الاوثرايزد بيرسونز بس هم اللي يدخلوا يشوفوا الداتا بتاعتي. فالكونفيدنشاليتي مخصوص بيها الخصوصيه او السريه، ده معناه. تمام. طيب هو دينا، انت الكلام اللي انت بتقوليه ممتاز جدا، بس انا عايزك تقوليه اونلاين لو تسمحي، ولا انت عندك مشكله في الصوت؟ هي سكيور الكونفيدنشاليتي، المفروض ان انا سكيور الداتا بتاعتي، مش اي داتا تكون افيربل لاي شخص، بحدد الاشخاص اللي هي ليميتد ان هم مسموح لهم يستخدموها ويستخدموها ازاي، فبالتالي ان انا بسكيور الداتا بتاعتي. تمام. يمكن اقرب اجابه، يعني اقرب اجابه هي دينا. هو يا شباب بمنتهى البساطة الconfidentiality هتلاقي لها تعريفين، وهما الاثنين واحد، مفيش فرق بينهم: prevent unauthorized user to access data أو allow authorized user to access data. في نقطة هنا عايز أركز عليها معاكم قوي يا شباب، بتلخبط في ناس كتير جدا. لما بنقول confidentiality بتفكر في إيه؟ في encryption، صح؟ هل الكونسبت ده متخيليه؟ اول ما نقول confidentiality الناس على طول بتفكر في ايه؟ في انكريبشن. لكن الكونسبت ده غلط، الكونسبت ده غلط. الانكريبشن هي وسيله من وسائل انك انت تخلي اليوزر ما يشوفش الداتا الا اذا كان اوثرايزد. ليه؟ لان هو انكريبتد، فاذا كان عنده كي هيقدر يشوفها. لكن ايه رايك مثلا لو انا عندي الداتا بس انا عملت عليها اكسس كنترول قوي جدا، وانك ما تقدرش تشوف الداتا الا اذا عملت عليها تو فاكتور اوثنتيكيشن مثلا؟ ما هي كده بقت كونفيدنشناليتي بس ما فيهاش انكريبشن. او ايه رايك لو عملنا ان الكونفيدنشناليتي ما تقدرش تشوفها الا اذا ليها ديجيتال سيرتيفيكيت؟
برضه كونفيدنشال وما فيهاش انكريبشن، بس عن طريق ديجيتال سيرتيفيكيت، عن طريق بابليك وبرايفت كي انتجريتي او اوثنتيكيشن او اي حاجه. فالكونفيدنشاليتي انك انت تسمح لليوزر الاوثرايز يوزر ان يشوف الداتا. في وسائل كتيره ان يقدر يشوفها، ممكن يكون عندك اوثنتيكيشن قوي، ممكن يكون عندك تو فاكتور اوثنتيكيشن، ممكن يكون عندك انكريبشن، ممكن يكون عندك في بي ان، اس اس ال، وات ايفر الطريقه اللي انت هتعمل بيها. ولكن المعنى الكونفيدنشاليتي ان هي الان اوثرايز يوزر مفروض ما يشوفوش الداتا. طيب ايه هو تعريف الانتجريتي؟ ايه هو تعريف الانتجريتي؟ الانتجريتي ان محدش يقدر يعدل على الداتا اللي هيقدر ياكسسها غير اللي مسموح له بالتعديل، سواء الداتا ديت انريست او الداتا في الترانزيشن. تمام تمام اعتقد تعريف الانتجريتي اللي هو ان مبنى اي تعديل غير مصرح بيه على مجموعه بيانات معينه، ان ما حدش يقدر يستنف الداتا مثلا في النص ويعدل فيها وتكمل مصرح. هي ممكن كده فعلا، بالاضافه ان احنا بنتاكد ان الداتا دي ما حدش لمسها من ساعه ما اتحركت من المصدر للسورس. السورس من السورس ديستنيشن. زي كده ان انا بقدر اتشيك مثلا على اسطوانات ايزو لما اجي بعمل لها داونلود بشوف الهاش بتاعها، فده بيبقى واحد من ضمن الحاجات اللي بتاكد لنا ان ما حدش لمس الايزو اير مثلا. يعني هو ممكن يكون ان هي بتقول ان فلان الفلاني عمل تشينج والفلان الفلاني ده اوثرايز، بس هو عمل تشينج كلوج كنوع من انواع اللوج او مثلا سكيورتي. طيب معلش، هو برضو ادينا برضو استأذنك قولي الكلام بتاع اونلاين عشان نقدر نناقشه مع بعض. هي المفروض الانتجريتي تعتمد على البريفليج، كل شخص متاح ليه يعمل ايه او ما يعملش ليه، بحيث ان انا اشوف ايه الاكشن اللي حصل عندي من كل شخص، ايه مش اي شخص يدخل على الداتا بتاعتي، لا كل الاشخاص مقسماها بريفليج، الريد رايت او رايت هو بيقدر يعمل ايه في الداتا بتاعتي. فهي بتعتمد الانتجريتي على البريفليج اللي انا بقسمها او بديها للاشخاص ايه. طيب هو هنا يا شباب هنيجي بقى للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ان في بعض المفاهيم مش واضحه كويس، منها الانتجريتي. الحاجات اللي انتوا قلتوها كلها صح، بس ما تقعش تحت الانتجريتي كلها. الانتجريتي بمنتهى البساطه انك انت prevent unauthorized data changes، وده كان التعريف اللي في حد اول واحد اتكلم خالص عطاه طريقه سليمه، اللي هو انك انت ما تعملش اي تعديل للديتا الا اذا كنت authorized، سواء الداتا دي in rest at rest او in transient. هل سمعتوا الاكسبريشن at rest و in transient قبل كده؟ لا اول مره. طيب at rest معناها ان الداتا دي متخزنه، rest يعني راحه مرتاحه متخزنه، قاعده في ستورج في ديسكتوب في سيرفر وات ايفر متخزنه. او at transient مقصود بيها او in transient مقصود بيها ان هي بتنتقل منتقل، ممكن من ابلكيشن لابلكيشن او من سيرفر لديسكتوب، من سيرفر قصدي لديسكتوب او من سيرفر للكلاينت على الانترنت، فيها انتقال، عمليه انتقال. فعمليه الانتجريتي المقصود بيها هي ان هي ما يتمش عليها تغيير، وزي برضو ما حد منكم قال ان هي ممكن تكون عن طريق اللي هي الهاشنج او الديجيتال سيرتيفيكيتس او الى اخره. بالنسبة لدينا اللي قالته عملية ان هي تكون الريد والرايت وحاجات زي كده، اوكي هي مش ريليتد قوي دينا هنا للانتجريتي، لان الحاجات دي كلها ريليتد الى البرميشنز اللي انت بتديها لليوزر كديتا اونر. فهو اوكي هو ممكن يكون عنده ريد او رايت او حاجه زي كده، بس يعني هي مش المقصود بيها الانتجريتي هنا البرميشنز. لكن الانتجريتي يكون ما عندهوش الصلاحية إنه يغير الداتا إلا إذا كان authorized إنه يغيرها. تمام؟ الجزء الأخير طبعاً الـ availability، ده طبعاً
سهل، مش محتاج ان فيها نقاش، وان طبعا الداتا تكون افيليبل لليوزر وقت ما يكون محتاجها. طبعا اللي هي افيليبل داتا افيليبل لليوزر لما يكون الاوثرايزد يوزر في اي وقت يكون محتاجها. دي البيلرز بتاعت السكيورتي اللي هي كونفيدنشناليتي وانتجريتي وافيليبيليتي، بنسميها سي اي اي تريان. وان شاء الله في خلال يمكن اسبوع او 10 ايام ان احنا هننزل فيديو بيتكلم عن السكيورتي بيلرز، اللي هو هيكون اسمه سكيورتي بيلرز. والسكيورتي بيلرز ده بيتكلم عن الكونسبت الجديد السكيورتي اللي هي كونفيدنشناليتي وانتجريتي وافيليبيليتي ونون ريبيوديشن اند اوثنتيسيتي، والحاجات دي كلها هتكون مشروحه بامثله. احنا في الفيديو فلايرز اللي هننزلها على اليوتيوب شانل هنحاول ان نديكم التعريفات ونديكم معاها اكزامبل، يعني مش مجرد تعريفات وخلاص. هنقول لكم كشركه مثلا عن فيها داتابيس وفيها كذا وفيها كذا، حاجه انها تقرب لكم المفاهيم عشان تكون واضحه بالنسبه. طيب هنيجي الكونسبت تاني يا شباب، من الكونسبتس المهمه جدا 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 جدا، ولو قعدت اقول جدا لغايه ما نخلص الكورس مش هتبقى كافيه، وللاسف مش مفهومه كويس، ودي انا يهمني ان انتوا تركزوا معايا. سؤالي ليكم، ايه الفرق ما بين بوليسي وستاندرد وبروسيدور؟ والبوليسي دي بتبقى حاجه داخليه او حاجه انا بعملها طبقا للشركه بتاعتي، او حاجه انا ب على طبقا يعني حاجه ليها علاقه بالشغل ونظام الشغل في الشركه. البوليسي تختلف طبعا من شركه لشركه. الستاندرد دي حاجه بقى موثقه ومعروفه عالميا، المفترض ان هي دي افضل سيناريو او افضل حاجه، واحنا المفروض كاي تي بنتبعها عشان نوصل للاوبتيمم. البروسيدرز بقى مش متاكد الصراحه. طيب في اجابه تانية او راي تاني شباب؟ احنا عايزين تشير الانفورميشن، مفيش مشكله اذا كانت غلط، يعني ما احنا مش في الامتحان هنا. يعني البروسيدرز دي اللي هي الستبس او الجايد اللي انت بتبقى مثلا لو عندك حاجه داون انت بتكتب ستيبس انت هتعمل ايه بعد كده، لو كذا يبقى كذا، دي الستيبس اللي انت بتحطها في الدوكومنت بتاعتك لو حصل مشكله او في اي حاجه، او انا هعمل تشينج وهيحصل اي تشينج بحطه في الدوكومنت دي بتبقى مكتوبه. هو لا، هنا اعتقد ان بالنسبه للجزء الخاص بالبوليسي، انا عندي بوليسي مثلا فور سكيورتي، عندي بوليسي فور دي ار، تمام، بوليسي للهايرنج، عندي بوليسي للهاو تو، تمام، في الحياة دي كلها بتبقى بوليسي، تمام. بالنسبه للبروسيجر، البروسيجر دي مثلا ممكن ان احنا نقول عليها ان هي خطوات معينه، اللي مثلا هاو تو امبلمنت مثلا اكت دايركتري فور مثال مثلا، تمام. فاكت دايركتري عندي خطوات هتعمل 1 2 3 4، دي بس اسمها بروسيجر، تمام. how to implement firewall، how to defend من حاجه معينه، فدي انا بسميها procedure عشان دي بتتكون مجموعه خطوات اللي بعمل 1 2 3 في dependencies فيها معتمده على اللي قبلها. الجزء الخاص بالستاندرد ده اعتقد ده دي حاجات او الستاندرد عباره عن يعني حاجه ثابته او زي best practice لتولز او best practice لطريقه معينه، بحيث ان انا من خلالها اقدر اعمل او احقق نتيجه معينه من البيست براكتس دي. تمام. هل في مشاركات تانية؟ طيب يا شباب، مهم قوي ان احنا نفهم الحاجات دي كويس، لان دي قائم عليها الايزو ككل ان جنرال. يعني اولا لما بنقول البوليسي مقصود بيها اللي هي المانجمنت انتنت لسبيسيفيك توبيك. لما نقول سكيورتي بوليسي يعني المانجمنت انتنت للسكيورتي، يعني المانجمنت هو عايز ايه من السكيورتي تو بي ايبل تو اتشيف الجولز والاوبجكتيفز بتاعته. فمعنى كده ان مين هنا الاونر بتاع البوليسي؟
مين الاونر بتاع البوليسي؟ الكمباني. المانجمنت بالظبط. المانجمنت هم الاونر، المانجمنت هم اللي بيحددوا ايه اللي هم عايزينه. فبالتالي ان هو بيحدده. وبعدين نقطة مهمة يا شباب، البوليسي هنا مش المانجر. يعني دينا كانت بعدها بتقول انه بيكون المسؤول المانجر، لا مش المانجر. يعني مثلا على سبيل المثال، هل شايف يا دينا انك انت دلوقتي الاي تي سكيورتي مانجر يكون مسؤول عن البوليسي؟ لا، بس هو الفكره انا بشوف اللي هو بالسكيور داتا، يعني المكان بتاعي ازاي، فانا بحط البوليسي بتاعتي بناء على وجهه نظري او السكيورتي اللي انا محتاجاها ايه. لا معلش عفوا، ممكن تعيدي اللي قلتيه بعد اذنك عشان الصوت قطع وما سمعتش كويس. هو المفروض ان انا مثلا كمانجر في المكان بشوف ايه الحاجات ان انا ممكن البوليسي اللي انا اقدر احطها عشان السكيور الداتا بتاعتي، فبالتالي ان المانجر هو اللي بيحط البوليسي بتاع المكان. اوكي، بس قائمه على ايه؟ انت دلوقتي الداتا بتاعتك عشان تحميها، هتحمي الداتا دي على اساس ايه؟ مش على اساس اوبجكتيفز الشركه. يعني مثلا على سبيل المثال، انت كنت قلتي لي انك انت شغاله في جهه طبيه مش كده؟ بالظبط. يعني انت دلوقتي اول حاجه عندك المعلومات بتاعه المرضى والحاجات زي ده، دي حاجات فيري كريتيكال ولازم الستاندرد زي ال HIPAA الهبه وكل الحاجات دي. وطبعا اكيد هتدخلي لو بس طبعا اكيد ما عندكيش حاجه من اوروبا، بس لو كان في اوروبا هتدخلي الجي دي بي ار، هتدخلي في حاجات كتير تانيه. المقصود هنا انك انت لازم تكوني فاهمه الاوبجيكتيفز بتاعه الشركه، والشركه هي ايه الهدف بتاعها من الانفورميشن دي، وهم عايزين ايه. يعني على سبيل المثال انت ممكن تطلعي بحاجه معينه، المانجمنت تقول لك لا وي ار نوت انترست ان احنا مثلا تو باي ماني فور ات او ان احنا نعمل فيها انفستمنت، وبالتالي انك انت كل الايفورتس اللي انت عملتيها هتكون عمليه. هو الحل هنا ايه؟ ان يكون عندك بوليسي، البوليسي دي اللي بيحددها التوب مانجمنت. اللي بيحدد البوليسي دي التوب مانجمنت. يعني احنا عندنا طبعا انا اعذروني مش هقدر اقول اسماء شركات علانيه عشان الحاجات دي هتتحط على اليوتيوب، بس عندنا في الشركه ما يقول لك ان البوليسي بتاعتنا بتقول كذا، فين البوليسي؟ هل السي اي او موقع عليها ولا لا؟ لو موقع عليها فعلا بوليسي، لو مش موقع عليها ما يبقاش بوليسي. طيب المقصود بيها ايه بقى؟ ايه البوليسي دي بيبقى فيها ايه؟ يعني انا البوليسي مثلا متوقع يكون فيها ايه؟ هيقول لك اعمل لي في بي ان واعمل لي حاجات زي كده؟ اكيد اكيد السي اي او ولا التوب مانجمنت ولا حتى لو كانت شركه فاميلي بزنس الاونر ما يفهمش الكلام من ده، بس ممكن يقول لك ايه؟ ان انا عايز اي ونت تو بروتكت الداتا بتاعتي، سواء ان هي ات ريسك او ان ترانزيانت او ان يوز، عايزين كومبلاينس مع الريجوليشن بتاعه الدوله، عايزين ان احنا نوفر البروتكشن لكل الداتا بتاعه الكاستمرز بتاعتنا. فانت غالبا هتلاقي ان البوليسي بتتكلم على معلومات فيري بيزك، الحاجات فيري بيزك، انك بتتكلم على معلومات بسيطه جدا وما بيقولكش نعمل فيها ايه ولا نعملها ازاي ولا حاجات زي كده. فهو ده بيحدد لك الحاجات اللي بنسميها الحاجات الاساسيه او التوبكس الاساسيه اللي انت المفروض تحققها في البوليسي بتاعك. طيب انت عندك السي اي او دلوقتي حط البوليسي، قال لك الحاجات كلها. دلوقتي بقى مفروض ان البوليسي دي بتروح لايه؟ تروح لكل المديرين التانيين. يعني مثلا بتروح دلوقتي للاي تي، فيجي الاي تي مانجر ياخدها دلوقتي ويبدا يشوف ازاي ان احنا هنترجم الناس اللي قالوه دوا او السي اي او اللي قاله او التوب مانجمنت اللي قالته لمعلومات تكنيكال عشان نطبقها. دلوقتي السي او قال لنا اي ونت تو بروتكت الداتا ان ترانزيانت، وعايز تو بروتكت الداتا ادريس. فيجي نقول اوكي انا كاي تي مانجر هقول لك طيب اوكي انا عشان ادريس انا هعمل لها اي بي سيك،
هستعمل الاي بي سيك الفي بي ان واعمل لها انكريبشن على الهارد ديسك، وان الكي بتاعي يكون 1 كي، وان الكي ده لازم يتغير كل مثلا 3 4 شهور او كل فتره داتا معينه اند سو اون. بالنسبه للداتا اللي هي بتنتقل، انا هعمل SSL وهجيب ديجيتال سيرتيفيكيت واحطها على السيرفر عشان اي حد بيتوصل عليا من بره يبقى الداتا بتاعتي HTTPS وتكون انكريبت، او ان انا ممكن اي حد عايز يدخل عليا اسمح له ب VPN كونكشن ويعمل VPN كونكشن، فبالتالي ان ال VPN كونكشن دي هو هيقدر يدخل عليا ويشوف ايه الحاجات دي. تمام، اللي احنا بنقوله ده يا شباب ده اسمه ايه بقى؟ ده الستاندرد بقى كده. الستاندرد، الستاندرد بمنتهى البساطه دوكيومنت اوف ريكوايرمنتس. بقى دوكيومنت اوف ريكوايرمنتس يعني ايه؟ دوكيومنت اوف ريكوايرمنتس يعني انت دلوقتي اي حاجه موجوده عندك بتحددها بقت دي الريكوايرمنتس بتاعتك. بمعنى ان احنا جينا قلنا مثلا ان اوكي ان انا عشان تبقى بروتكت الداتا لازم الداتا على الاستورج يكون عليها اي بي سيك، خلاص ده بقى ستاندرد. فاي داتا عندك دلوقتي لازم انك انت بشكل او باخر يكون عندك الستاندرد دوت، ان يكون عندك اسف انا عشان كنت بس بشوف الشات فاتلخبط. الستاندرد دي الدوكيومنت اوف ريكوايرمنتس، المعلومات اللي هي موجوده عندك اللي انت حددتها. مثلا على سبيل المثال قلت ان انا عايز اشوف السكيورتي بتاعت الداتا اللي موجوده على الاستورج، هعملها عن طريق اي بي سيك. بقت هي دي الداتا بتاعتك دي بقت ايه؟ هي دي الاساس او الستاندرد. اي حاجه على الهارد سكات مش معموله ليها انكريبشن باي بي سيك تبقى غلط، لو الكي بتاعها اقل من 1 كي تبقى غلط. دي ريكوايرمنتس، دي اساسيه لازم انك انت تحققها ولازم انك انت ايه تنفذها عشان تطمن انه البوليسي بتاعتك اتحققت. الستاندرد يا شباب ممكن يكون في حاجات كتير، ممكن تقول مثلا الستاندرد بتاعت الشركه ان احنا نستخدم اجهزه ديل مثلا او نستخدم اجهزه اتش بي، ولو كان مثلا مانجمنت ان احنا بنديهم اجهزه 8 جي بي مع هارد ديسك 500 1 تيرا، لكن لو كان الاستاف العادي ممكن 4 جي مع هاف تيرا. ممكن يكون ان الستاندرد ان احنا هنستخدم ويندوز 10، ممكن ان نقول الستاندرد اي حد عايز يعمل كونكشن من بره هيدخل عن طريق الفي بي ان اس اس ال ويعمل انشيت للكونكشن عشان يقدر يعمل الكونكشن دوت. كل دي ريكوايرمنتس. لما نقول ريكوايرمنتس يعني ما ينفعش ان انا ما احققهاش، لا دي لازم تتحقق. الكونسبت يا شباب اللي عندكم كان فيه لخبطه ودي لاحظته من التعريفات، لما اقول كلمه ستاندرد ده مش معناه الستاندرد ده ان هو الايزو 27001 اللي هو انترناشونال ستاندرد، ممكن يكون ستاندرد داخلي، تكون انت الشركه بتاعتك عامله ستاندرد. زي ما احنا قلنا دلوقتي ستاندرد انواع الاجهزه اللي هتتوزع على اليوزر، الاوبريتنج سيستمز، الكونكتيفيتي، البروتكشن بتاع الداتا، كل الحاجات دي. لما اقول الستاندرد هي set of requirements، والset of requirements دي ممكن تكون internal developed او external developed. internal developed حاجه اللي هو الاورجنايزيشن، او انها تكون external developed. انا الشغل بتاعي انا في الوقت الحاضر ان انا اللي بعمل develop للستاندردز دي، فباجي اقول مثلا احنا كنتورك لازم تستخدم السويتشات كذا وكذا وكذا، وموديلات السويتشات دي هي دي اللي معترف بيها في الشركه عندنا. لو حصل اي مشروع وجبت اي سويتش غير السويتشات دي غير معترف بيها وتسكواليفاي مثلا اند سو اون. او ان يكون ستاندرد حاجه ستاندرد عالميه زي الايزو 27001 او زي 27006 او اي حاجه من الستاندرد زي البي سي اي دي اس اند سو اون، الحاجات اللي هي الستاندرد بتاعتنا. اوكي، اخر حاجه اللي هي البروسيدور. البروسيدور اللي هي زي فعلا الشباب ما قالوا ان دي الستيب باي ستيب جايد لاينز، التعريف ازاي اعمل كونفيجريشن للفاير وول، ازاي اعمل كونفيجريشن للبوليسي دي، ازاي اعمل كونفيجريشن لحاجه معينه. فدي الخطوات اللي انت بتعمل بيها كونفيجريشن لاشياء معينه. هل اتضح معنى البوليسي والستاندرد والبروسيدور؟ تمام يا باشمهندس، واضح ممتاز.
طيب هي كده البوليسي، هي السياسات اللي بيحطها التوب مانجمنت للديبارتمنت، صح كده؟ بالظبط كده، بالظبط كده. ماشي اوكي شكرا. انا بس كان عندي الانترنت فصل مره واحده فدخلت معاك على الاستاذ، شكرا. لا ولا يهمك. ففعلا البوليسي دي اللي هي بتتحط عن طريق المانجمنت، الستاندرد دي اللي بتبدا يحطها اللاين مانجمنت او الخط اللي هو بنسميه لاين مانجمنت، اللي هي بقى بتتحول لتكنيكال. وعلى فكره البوليسز دي ممكن تكون في فاينانشال ستاندرد، ممكن يكون في اتش ار ستاندرد، ممكن يكون في ستاندرد من اقسام ثانيه. يعني يكون البوليسي اللي حطيتها زي ما هنشوف دلوقتي ان احنا هنتكلم عن اتش ار وحاجات كتيره انك لازم تكون انفولفد فيها في مجال السكيورتي برضه في نفس الوقت. اوكي طيب موديل رقم 2 احنا بنتكلم عن الانفورميشن سكيورتي مانجمنت سيستم الاي اس ام اس. عباره عن ايه الاي اس ام اس؟ الاي اس ام اس ده عباره عن نظام يا شباب بيساعدك انك انت تعمل مانج وبروتكت للانفورميشن بتاعك. نظام تعمل بيه مانج وبروتكت للانفورميشن بتاعك. مش معنى نظام ان ده برنامج سوفت وير بيعمل الحاجات دي، لا هو مقصود بيها في بروسيدجرز معينه، انك انت عندك بروسيدجرز معينه، عندك بوليسز معينه، عندك سكيورتي رولز وريسبونسبيلتيز معينه، في انواع كنترولز متحدده انك انت تحمي بيها الداتا بتاعتك دي عشان انك انت تحافظ على الداتا بتاعتك. ممكن الحاجات دي كلها تكون انتجريتد في سيستم واحد يقدر يعملها، ودي الحاجه اللي بيسموها اي سي ام دلوقتي اللي هي انتربرايز كونتنت مانجمنت، اللي هو السيرفرات اللي بيخزنوا فيها الدوكيومنتيشنز والديتا، وبتقدر تعمل بيها بيرميشنز ومين اللي يقرا ومين اللي ما يقراش، وعليها كنترولز وعليها بروتكشنز وكل الحاجات دي. فكلمه الاي اس ام اس هو عباره عن نظام، هو عباره عن نظام، ممكن يكون سوفت وير، او حتى لو ما عنديش انا سوفت وير خالص اوكي ممكن ما يكونش عندي سوفت وير، ولكن ان هو يكون ايه؟ يكون بشكل او باخر عندك، ممكن يكون ان انت ما عندكش سيرفر اساسا، ولكن انت عندك بروسيدجر معينه وعندك لحفاظ الداتا، وان في داتا الناس بتعمل الداتا ديفلوبمنت، وان الداتا دي اساين البرميشنز ليها، ومين اللي عنده القدره على انه يشوفها، وان هو مين اللي عنده قدره انها ديستريبيوتد، ولو ديستريبيوتد مين اللي هيشوفها ومين اللي هيعمل لها ريفيو وكل الحاجات دي. فنظام الاي اس ام اس هاو تو بروتكت اند مانج يور داتا ممكن يكون عن طريق بروسيدجرز وستاندردز وبوليسز وكنترولز وحاجات زي كده، او يكون عن طريق في ابلكيشن ان هي بتعمل الحاجات دي كلها. وطبعا يا شباب زي ما اتكلمنا الانفورميشن سكيورتي، احنا لما بنتكلم ما بنتكلمش عن الداتا الديجيتال، احنا بنتكلم ان جنرال على كل انواع الداتا. ممكن الداتا دي تكون بروتكتد عندك في صوره ورق او في فيربال حاجه، تسجيلات اوديو او فيديو او اي حاجه. تمام. النقطه اللي هي هنا اللي بيوضحها الدايجرام دو، ان بيقول لك انك انت لو يكون عندك اي اس ام اس عشان تحدد الكنترولز وتحدد كل الخطوات الاساسيه اللي انت طالبه، اول حاجه بتفهم البوليسز البروسيدجرز الستاندردز السكيورتي دوكيومنتس، وبتفهم الاورجنايزيشن الميشن والاوبجكتيفز والجولز البروسيسز الاكتيفيتيز، بتعمل لها وبتعمل ريسك اسسمنت لكل الحاجات دي، والنتيجه دي بتطلع بيها بالسكيورتي كنترولز اللي هي تحمي الحاجات دي كلها او تحمي الداتا بتاعتك، وانك تعمل مونيتورنج للسكيورتي كنترولز دي ومونيتورنج للريسك عشان تتاكد ان كل حاجه ماشيه حسب ما هي ديزاين. سؤالي ليكوا هنا يا شباب عده اسئله. اول حاجه احنا بنتكلم عايز تعمل ريسك مانجمنت وتحدد سكيورتي كنترولز وحاجات زي كده، ايه الداعي ان انا افهم الخطوه بتاعه الاورجنايزيشن ميشن اوبجكتيفز وجولز وبروسيسز واكتيفيتيز؟ ليه انا عايز افهم الخطوه دي؟ انا راجل تكنيكال عايز اعمل ريسك اسسمنت، ليه عايز افهم انا الاوبجكتيفز والجولز والحاجات اللي زي دي؟ ليه عايز ادخل افهم بزنس؟ طب افهم بونسز وبروسيدجرز وستاندردز اوكي، لان انا عايز افهم الشركه عايزه السكيورتي ازاي وعايزه تعملها ازاي، وايه اللي هي وات اتس لوكينج فور، وايه المانجمنت اكسبكتيشنز وكل الحاجات دي. اعمل لها ريسك اسسمنت اكيد، لان انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي فيها ريسكس وكده. بس ايه علاقه
الميشن والاوبجكتيفز والجولز بتاعت الاورجنايزيشن بالسكيور عشان تسكفر السكيورتي كنترولز وعشان تمونيتور الريسك والسكيورتي كنترولز. اي اجابه؟ يعني بتهيألي احنا المفروض نبقى عارفين الاوبجكتيفز والجولز، لان طبيعه الاي تي ديبارتمنت بي اي لاين مع الـ مع الـ مع الكلام ده. ف الجولز بتاعته احنا ممكن يكون في تارجت للسنه دي نقدر يكون هنفوكس اكتر على السكيورتي، فهيبقى عندنا نوع من انواع الداتا اللي هيبتدوا يتحركوا فيها، او ده الديجيتال ترانسفورميشن استراتيجي دي بتتطلب ان يبقى عندك سكيورتي اعلى، ولازم يبقى عارف ان التارجت بتاعه انه رايح ناحيه الجزء ده، فيبقى عارف انه هيحط الميجرمنت بتاعته في السكيورتي وفي البروسيسز بتاعته اللي هتسيرف في الحته دي عامله ازاي، ولازم يبقى محضر نفسه في الجزء ده. فلازم هو دايما بيالاين مع البيزنس هو رايح فين والتارجت بتاعه ايه. تمام. متهيألي ان كل شركه بيبقى ليها نظام شغلها والحاجات اللي هي بتفوكس عليها اكتر، حاجات تركز على الاونلاين مثلا اكتر، او حاجه او الاوبجكتيف بتاع الشركه وطبيعه شغلها يعني. فانا مثلا مش هطبق ستاندر او هعمل حاجه للريسك، اجيب حاجه مثلا كبيره او حاجه بتكلف تكلفه عاليه وانا مش هستخدمها قوي يعني، او هي مش هتفك قوي في البيزنس بتاع الشركه. تمام. ها شباب شيلوا البطانيه شويه، نزلوا البطانيه شويه. البطانيه شايلينها من بدري والله، بس لا واضح ان انتوا الدنيا ساقعه في مصر ولا ايه؟ ثلج. طيب واضح. ما لو تيجوا اسكندريه تعملوا ايه؟ انا قاعد والدنيا قاعده بتشتغل. انا اتاكدت كده يعني، كده انا بقيت متاكد يعني. بس انا ما عندي نوع بره اصلا برضو. ايه رايكم؟ والله لو هنتكلم على السكيورتي كنترول، السكيورتي بيبقى حسب البيزنس نيد. تمام، عشان ما اجيبش حاجه تبقى اوفر كواليفايد على المكان نفسه، او ان اجيب حاجه تبقى اوفر بادجت، زي ما في واحد زميلنا في الجروب عندهم ناس بيعملوا بيجيبوا حاجات اوفر بادجت. تمام، بس انا بجيب الحاجه اللي البيزنس محتاجها. تمام. طيب بصوا يا شباب، انتوا قلتوا حاجات مهمه جدا جدا جدا، والكلام ده انا مبسوط ان انا بسمعه، ويمكن مش ريليتد للكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، بس انا عايز اتوقف عنده واقول لكم رايي فيه، لان دي من خبرتي يعني. السكيورتي يا شباب مربوطه بالبيزنس، واي حد يعني ايفن يعني انا لما اشتغلت في السكيورتي كنت بعمل برضو زي اللي انتم بتقولوه ده، ان انا اروح لشركه ما اعرفش هي بتشتغل في ايه، واقول له انا هاجي اعمل لك سكيورتي سيستم كامل واحمي لك الدنيا واخلي لك كذا، واعمل لك دي ام زي، واعمل لك انترنال واكسترنال، واحط لك تو فاير وولز، تو ليفل فاير وولز، واعمل لك اي بي اس وفي بي ان، والناس كلها تفتح بقها وتبقى واو، والسوليوشن يبقى واو، الناس متخيله ان هي دي حاجه عظيمه جدا. مع العلم ده كلام غلط. ليه كلام غلط؟ لأنه أي حاجة في السكيورتي لازم تكون قائمة على إيه يا شباب؟ أي حاجة في السكيورتي قائمة على إيه؟ البيزنس نيد. قبليها، قبل البيزنس نيد، على ريسك أسسمنت. لازم يكون عندك ريسك أسسمنت يا شباب. أي حاجة أنت، أنا فاكر مرة من المرات رحنا عند شركة وكان في عندها مناقصة وعشان سيكيورتي سيستم، الناس كلها يعني عملنا انترفيو مع البيزنس اونر واشتغلنا معاه وفهمنا ايه اللي عنده، وكل واحد قدم السوليوشن بتاعه. لقيت السيلز اكاونت مانجر اللي عندي جاي زعلان وبيقول لي ان احنا قدمنا سوليوشن ضعيف.
فبقول له عرفت انه ضعيف ازاي؟ قال لي ان السوليوشن بتاعنا كان مثلا، انا مش متذكر ارقام بس زي انه كان بمليون ريال يعني، وان لما فتحوا الاظرف مليون ريال ولقى ان اقل سوليوشن تاني يعني سوليوشن اول واحد كان بتاع احنا بمليون، السوليوشن رقم اثنين بخمسة مليون، وبعد كده ان السوليوشنز كلها خمسة ونص ستة ستة ونص سبعة حاجات زي كده. فطبعا احنا بمليون دوا كان قليل جدا، وان ده يعني يقولوا عليه ان ممكن يكون disqualified وان هو بعيد عن الريكوايرمنتس. فقلت له يعني لا انا اي داود، انا متهيألي العكس صحيح، ان احنا الناس الوحيده اللي عملتها الاكسرسايز صح. يعني الحمد لله ان كان ساعتها في اي تي مانجر محترم وفاهم كويس وصمم انه يقرا كل الكوتيشنز، واحنا فعلا خدنا المشروع بس ما خدناهوش عشان احنا كنا ارخص سعر. عارفين احنا ليه اخدناه يا شباب؟ تتخيلوا ليه؟ عشان الاوقع. لا عشان انتوا قعدتوا مع الاي تي مانجر وفهمتوا الاوبجكتيف والجولز والبروسيس ماشيه ازاي وهم محتاجين ايه، وهل الاسس اللي انت هتعمل لها اوردر هم محتاجينها ولا لا، الناس اللي حاطه 5 مليون دول حاطين اجهزه هم محتاجينها ولا لا، وانت حاطط الاجهزه دي محتاجينها ولا لا. كان ده سوليوشن اقرب للواقع. انا اعتقد بالفعل انتوا عملتوا سايزنج مظبوط للبيزنس نيد، بناء عليه عملتوا ديزاين سكيورتي مظبوط. هو فعلا ده الاجابه الصح، هو فعلا ده اللي حصل. لان احنا لما قعدنا مع طبعا انا كان الامبريشن عندي وانا رايح شركه من الشركات اللي بتعتبر من التوب 5 في السعوديه، شركه من الشركات الكبيره جدا، ما تفرقش بالنسبه لها نهائي 10 20 30 40 مليون، لان التيرن اوفر بتاعها في السنه بالمليارات والكلام ده ما يفرقش بالنسبه لها. بس انت you have to understand، فهو كان كل الكونسبت عنده ايه، كل المشكله انه عنده فيندرز والناس دي بره السعوديه، وان هم بيتعاملوا معاه بيدخلوا عليه على الاي ار بي سيستم بتاعه، يطبعوا فواتير ياخدوا فواتير يرفعوا ديتا ياخدوا ديتا كل الحاجات دي، عايز ان الحاجات دي تكون سيكيور. تمام، عايز ان الديتا دي تكون سيكيور. فكان الحل بمنتهى البساطه، طيب عدد اليوزرز اللي عندك كبير في الريموت لوكيشنز دي كبير ولا قليل؟ قال لي هتفرق معاك. قلت له طبعا لو كان عدد اليوزرز اللي بيعملوا اكسس اونلاين في ريموت لوكيشنز عدد كبير هنعمل لك سايت تو سايت في بي ان، يعني نربط الشبكه بتاعتك انت في السعوديه بالشبكه بتاعتهم هم في السعوديه. تخيل ان هو مثلا كان عنده 4 أو 5 بارتنرز غيرك السعوديه وعنده حوالي 10 داخل السعوديه، فقلنا انك انت لو هنقول كلهم هنتعامل معهم زي بعض 15 واحد، هنجيب فاير وول كبيره جدا من الفاير وول اللي هي الانتربرايز فاير وول، ونحط لها في ريدندنت موديول ونعمل في بي ان بشرط ان كل الناس دي تقدر تعمل وكل واحد عنده هو في بي ان، الفاير وول تتكلم مع الفاير وول يفتحوا في بي ان تانل والداتا كلها تو بي اكستشينج منهم وبين بعض. فاليوزر لما بيتكلم مع السايت اللي هو في السعوديه مش حاسس بحاجه، هو بيعمل انيشيت للكونكشن باسم السيرفر، الفاير وول بتحس بيه، بتعمل انيشيت للفي بي ان، بتتكلم الفاير وول الموجوده في السعوديه وبيتوصل هو على الفي بي ان ويشتغل. تمام، قال لي طب لو عدد اليوزر قليل؟ قلت له لا، يبقى ما فيش داعي للكوست دي كلها. لو عدد اليوزر قليل احنا خلينا نعمل فاير وول، نعمل في بي ان اس اس ال ابليانس كبير نحطه عندك، وان اليوزر كلها تدخل عن طريق الويب او ايجنت عن طريق البراوزر، لو هم 3 4 5 يوزر يدخلوا ويعملوا كونكشن ويعملوا اكسشن للداتا ويطلعوا. قال لي لا انا عندي الكونكشن ما بيزيدش عن 2 او 3 من كل واحد. قلت له يعني كده انك انت كل اللي انت طالبه في بي ان اس اس ال ديفايس يكون كبير، وان انت يكون حتى اللايسنس في البدايه، قال لي اللايسنس البدايه خليها 50 يوزر، هل ممكن نكبرها؟ قلت له تقدر توصل لغايه 1000 يوزر. قال لي لا خليها في الاول 50 يوزر ونبقى بعد كده نطلب الحاجات دي. وبالتالي ان احنا كده حققنا الريكويرمنتس بتاعته. لكن السوليوشنز الثانيه من كلامه عاملين في بي ان اس اس ال وعاملين سايد تو سايد وحاطين اي بي اس وحاطين حاجات كتيره جدا ما بقاش لها اي لازمه. طب انت ليه حاطيني الكلام دوت؟ هو حاجات جميله حلوه ممتازه، انا مش معترض عليها، بس انا ليه بتدفعني 5 مليون ريال مع العلم ان السوليوشن بتاعي هيشتغل بمليون واحد؟ واهم من ده كله يا شباب، اكيد اللي شغال في مجال السكيورتي هيعرف
المشكله الاساسيه عندنا الديفايسز الكتيره دي، ان هي تفتكر كل الديفايسز ما بتزيد في السكيورتي، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه طبعا. يعني مور كومبلكس، مور كومبلكس كونفيجريشن ومور كومبلكس بروسس ومتابعه ليها هتاثر على الباندويث لو داون. هو كمان في مثلث اصلا بيبقى فيه، يعني كان دايما في السكيورتي بيقولوا في زي كوره كده في نص المثلث، كل ما هتعلي السكيورتي بتقل. هم الراس المثلث الكوست والبرفورمانس وال ايزي اوف يوز. تمام، كلامكم فعلا صح يا شباب، بس هو السؤال ده ملهوش اجابه صح. مفيش حاجه اسمها اجابه صح واجابه غلط، هي الاجابه الصح والاجابه الغلط بتتحدد بالبوليسي بتاعتك، هي المانجمنت. ممكن الشركه بتاعتك تكون شركه كبيره جدا زي الشركه اللي انا بشتغل فيها، الريسك ابيتايد اللي عندهم صغيره جدا. عارف يعني ايه؟ سمعت عن كلمه ريسك ابيتايد دي قبل كده؟ لا. طيب الريسك ابيتايد اللي هو قدرتك على تحمل الخساره. يعني حاجه اقول لك ان والله انا خسرت في السنه مليون ريال، اوكي انا اي كان ليف وذ ات، يعني ممكن اتحملها وما فيش فيها مشكله. فلو في اي ريسك هيكلفني مليون ريال ممكن اتحمله، ما فيهاش مشكله. دي اللي بيسميها ريسك ابيتايت. والريسك ابيتايت يقول لك الريسك ده لغايه فاليو معينه انا مش محتاج اعمل له كنترول، انا مش محتاج اعمل له كنترول، اذروايز هضطر ان اعمل له كنترول غصب عني. اوكي، فانا دلوقتي لما بتكلم عن الريسك ابيتايت بنتكلم عن الشركه تكون الريسك ابيتايت بتاعتها قليله، يعني هي ما عندهاش استعداد انها تخسر، يمكن عشان اسمها، عشان سمعتها، عشان اي حاجه ليها في السوق. بالتالي ان هنا ممكن اقول ان انا ممكن احط سكيورتي ديفايسز كتيره عشان اللي بيسموها ديفنس ان ديبث. ديفنس ان ديبث يعني في سكيورتي ليفل 1 و2 و3 و4، بس في نفس الوقت دوا ان كل ما السكيورتي ديفايسز دي بتزيد هيأثر على البرفورمانس، لان معنى كده ان انت عندك هنا هيبقى في تشيك اولاني وثاني وثالث، فبيأثر على البرفورمانس، بيأثر على السرعه بتاعه الجهاز، فبالتالي ان دي بتأثر على البرفورمانس. وكمان ان النودز والمونيتور بتاعتها صعبه، هتبقى صعبه جدا وفيها مشاكل كتيره واللوجز اللي بتتجمع كتيره، وزي ما هنشوف ان اللوجز دي مهمه جدا في عمليه البيدا بتاعتها. ف الريسك هنا لازم يكون في ريسك اسسمنت، وده اللي احنا عملناه للعميل لما رحنا وقعدنا معاه وفهمنا ايه الريسكس اللي موجوده عنده، فهمنا ايه طبيعه الكاستمر وايه الاورجنايزيشن وايه الحاجات اللي موجوده عنده، فبالتالي قدرنا نحدد له السوليوشن السليم. ليه انت عايز تفهم الميشن والاوبجكتيفز والجولز والبروسيسز وكل الكلام ده؟ عشان تعرف ايه هي الاسيد. دي كلمه السر يا شباب، انت لازم تعرف الاسيد. مش هتعرف اعمل ريسك اسسمنت على ايه؟ الريسك اسسمنت هو قائم على ايه؟ زي ما هنشوف بعد كده في فيو سلايدز بعد كده او يمكن بكره، ان احنا بنتكلم على انك انت عشان تعمل ريسك اسسمنت لازم تحدد الاسيد وتحدد البولنابيلتيز وتحدد الفاليو وتحدد الاكزيستنج كنترولز وحاجات زي كده. اذا انت لو مش عارف الاسيد بتاعتك ومش عارف الفاليو بتاعتها هتعمل ريسك اسسمنت ازاي؟ بالتالي ان دي تبقى معلومات عندك انت هنا ناقصه مش متكامله، فبالتالي انك انت مش هتقدر تعمل الكنترولز وتعملها بشكل سليم. تمام؟ السلايد دي اهملوها ملهاش اهميه. انا شايف ان احنا يعني اشتغلنا كتير، يا ريت لو ناخد البريك بتاعتنا 15 دقيقه، يعني دلوقتي الساعه 8:05 نبدا 8:20 إن شاء الله ونكمل مع بعض. أوكي، شكرا لكم. أوكي شكرا.